على سيرة توا احنا تحدثنا على برشا شعراء، تحدثنا على برشا اسامي، خلينا نرجعوا لمدونتك انت ونسمعوا قصيده اخرى من قصائدك. اسم قصائدك؟ نعم. اسم وانت ما تحب ال خير تحب والله احنا كنا ما تعطيناش قصيده اخرى على الكوبا والشيء. لا 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 حتى هذيك هي حتى هي ما عرفتش انت كيف اللي عملها لا والله عرفت راهو جاي. طيب المهم يا سيدي تعرف كيفاش مش نصنع قصيده 1982 81 82 35 سنه وتعتبر هي القصيدة اللي ممكن بدأت من بهية السنة. هي مساندة على الأولين، لكن الموضوع كموضوع يعني يعملوه الشعراء الأولين، لكن كل حد كيفاش ياخذ. أنا ربما طول طبعا نشرح علاش في التاريخ نقول بعيد برا كاس اليرين موحش وعظيم متخلط رقراب وغيره جيدون جوبا صحراء وجبال تتعلى يا سلك هذوبة كيف هزوك وقدر الله ساحة مهيوبة ضحضاح وخلقة وصعوبة تكيد المدوبة وتكيد العالم وزعيم ما الموهوبة تشعل في المكنون جبين نيران قوية لهمة في قلبي مصعبها تلقاها عليا جاني من قاسي مصربها وينك يا بيا جيتي مقطوعة مقصية صبحة وعشية نتلاجة كل مفقدين سباية داعية صغير اسمه يبدأ بالمين بعثت لي وصايا جابها لي مرسول وجانا قالت مشكاية لازم تسكت تلانا جوبا وثنايا تصعب على العودة جراية لحد معايا اني وحدي من اللي ظليم هذه حكاية اسمع اذا كنت فين ثبت وصغار جايبها شاعر افكاره لض القناها باش يسهي في الصحارة قلبي باغاها وخيبتها متولى باها شاهد لقاها مسلم وروحي تسليم سدين علاها مسكينة بعاني في الضيم مرة ملفوف انتبع في خلقة وحداي ونسيت الخوف سلمت وما عدتش داري جي فجر الكوف ولاني المصرف مكشوف بالعلم نشوف في نجع مخيم تخييم قصدت ملعوف في راسي راي تنجيم حاجة معقولة يا زلمة ندبر ونساوي في حكام الموضة الراجل ما يكونش هاوي كي قلت وصولة بطلت تبيعها بهالي رجلي معجولة في فكر مبرمج بالصورة محلولة نداوي فارغ في التعزيم وقفت مشوير باش نبيل طيران كي ريت غشير نديت البداية جاي ماهوش كبير جاب الحجة بالتفصيل تو مش الحين مش نجع اللي ليه عزيم اللي سير سير يلزمني كانت تقديم الكاتب نراه في راسي مفصل ونسدي الطفل بعثناه جيتي في شلبه متعدي قال البابا عرض لي اعجل فخطاه سبق لي جاه وحلف في مين التحليل زودت معاه اللي يحلف على الضيف الكريم قلت الخشينة جبت لنا اللي كتبلنا مرت محبينا كتيب بداية سبرنا كيف تحكينا جبت كلامي وموازينا ما فيش دوينا ذي في ربي وحدا يا حبيبي وقلبي على الزانة يبني هذا التهديد سألت بعدها قلت له ثمش نجح عدت خينا سباقة توليها أيام ومدة قال لي بصداقة كلمني بكلام التحقاقة عينك مشتاقة أنت عاشق ولا غير قلت له العشاقة لحقها مصمم تسميه لأن مولفها من عشرها حد خلافي حزها اخطفها مغزوة مثل الجفن قال لي وصفها لا مش مثل الكفة قلت له سوالفها تتحزن بيه بتعزيز رد مكلفها حر لي الجنة ودي نعتني بثبات فراني مسار بثنايا ماشي بنهاية قاصة من تسكن مشكاية سمح الصفات دي منها ضبط اللي عاد من غير التتاب تميت انه انا مدوين ردت الخيمات وديت الخمم تخمين زادت التخمام وبدأت ندبر في البار زدت القدام قلبي زادت شعلة نار جيت في لوهام نبدأ من الصباح اغلال سبب بسلام وكلمني كلام التنظيم قال لي بتكرام هاي تمشي ولا زي تمشي قال لي برثوني قالوا لي من تعدي جيبة خاي عرفوني التولي حكاية ومصيبة وقت الغرضوني وقت الصهلوني بسلام وفرح غرضوني وقت الصهلوني بطل تسمي بتسلي أهلي خضوني في كل شيء حاجة ما حدي قال بات الليلة وضع خدمة من الدهاب مثل ما قال ربي كثر من سنتين بيت في حالة وقت العمر بصرها الدالة مش من الولد اللي يكتم على السر يصير ثم رجال اللي رواجه في خدمة الوهاب ملزوم عليا من برا باش نعرف زين ولا تسال عندي انا نتوها تعالي هز فطوره كل كوالي راجل زواري متاخذ مزوز زيتين ما عنده والي خلى بيه نوض بعدين
هي وصلت لي قلبي حسيتها متعذب حتى اللي ربي منها تصدق وتكذب وقت العرفة فيه ترمت بكتني وبكتني لقيتها وبكتني خلصنا الشجر المقديم في ريتها وربي ارتحنا من اللي كان خسين كتب وصار ربي يغفر لنا لقانا سنة حكار دنزي دلت في الميزانة بحر كسار من عم الطاقر والله نزل يكبر يزول زرار يستعشين قلت استغفار ولا يا قادر الرحيم جيد بيطار القاسي يلين مو شغالين متخلط رجل قوي هو علاش انا حبيت ان القصيده هذه انا حفظت برشا وقريت برشا القصايد تاع الاولين لكن المواضيع بصراحه مواضيع ممتازه وهي مازال فيها مواضيع وفيها حكم من بعض الاوقات لكن النهايه تاعها ما عجبتنيش اش معناتها ربما لان كيف تكون انت لاحق تمشي مش عيب كيف انت تحب طفله وبعدوا بها هذا بحكم العيشه بتاعها من فوق وانت تمشي تخلط في كهرباء ولا حتى على جديد ولا تكون عصر وعصر مش عيب تسالها ولا تتفق انت وياها لك التليفون لك الواحد حتى البريد ما كانش في جهه معينه لكن كيف تكون ماهيش طفله مراه يعني صغار رجلها وتقول تخبيت وعملت ودرت انا حبيت نخرج الشعر من هذيك لان ما عجبتنيش انا رقم صغير في الوقت ما لسه انا صغير لكن في الوقت هذاك يعني لكن بقيت نهز فيها كيف نسمع ثم قصايد يقول البر مطر ويشرب يقول تغذينا تهنانا الحزن تكسرها مع الموج عزينا في انا فيانا نزل وبر فيه دعوة شر ولا تبقى تسيد شبيه ويزوز البر يستقل من الرحيم يمشي هو كان قال يعني نفس حوالي ما يجيش في المواضيع انا حبيت نخرج بها انا اللي انا تو حق مشروع الانسان يحب وحده ويبعد ولا موجوده حتى اليوم تسيب بطريقه او باخرى فهمت لكن باش تكون من النوع اللي لا المواضيع ولا القيس هذا جد الشعراء هو اللي بدا كي تعمل انا ما عجبتني شيء لا لان علاش احنا تتغنى في العراس والعراس احنا تعرف كيفاش بالمناسبه احنا في العراس في جهتنا نعمل بيت الشعر ما منصوبه مبنيه والرجال فيها نساء والرجال كيف الهلال حتى ان البعض عرض على العالم التركي هي قديمه ربما يكون بها الغرب بكري ممكن رجال الهلال وبيت الشعر عدو الساحة هكي يدور فيها الغني ولا الشاعر معنا بين النساء والرجال محيط صغير ويقول هكاك مشي فهمت كيفاش هذاك القصد تاعي حبيت نعمل منظومة نخرج من السياق هذاك